Good morning, guys. It's Vlogmas day 9. لكل الناس اللي بيقولوا لي ليه ما بتصوري فيديوز مع امك، هيدي مام. هاي. اليوم معزومه على سبا، فقلت لهم انه بدي اخذ مام معي، فقالوا لي اكيد، فرايحين نعمل فيشلز. Are you happy? I'm happy. Spa اسمه My Spa ببيروت، and هلا بعطيكم the full review وكل شيء رأيي. بعطيكم رأيي ورأي مام كمان. رأيي. Okay. ليش الشخص بس يبلش يسوق بيصير منه مرتاح مع حيلا شخص سيء فيه؟ ليش؟ بتصور انه انت عندك غير ستايل عني بالسواقة. مع انه انا علمتك سواقة يعني، بس انه حيلا حدا ما خص، اذا انت كل الناس يعني انه بحس انه انتبه انتبه. نورمال. اوكي. صارت الساعة 10، نحن كان المفروض نكون هونيك الساعة 10، بعد بدنا شي 5 minutes لنوصل. هلا انا كثير بحب كون بانكتشوال، بس 5 minutes is fine. بدي فرجيكم مام لبسة فول كيبلي اوتفيت، وانا كمان. اوه اتس كيوت. اوكي جايز، مام كانت عم تقول شغله رح خليها ترجع تعيدها. شو كنت عم تقولي؟ عندي كريمه كل وجهك، بس ما عليه. تحوى انه اتس جود كريسمس جيفت واحد يجيبها لامه. يس. تدعي على سبا. عن جد انا بشجع، عايزين الامهات بيتعبوا. باي ذا واي مام قررت تبلش، ما خلتني انا بلش بالاول. صار الوقت انه نعطي ريفيو عن ماي سبا بيروت. اول شيء هو بالحمرة وفي محل تصفه، which is perfect لانه كنا عطلانين هم انه بالحمرة ما نلاقي محل انه نصف حده، فكان كتير هين وسموث انه نوصل ونصف. بعدين البنت اللي كانت عم تعملنا مساج اسمها سابين، فيشل مش مس انه فيس مساج، اسمها سابين، كتير مهضومة، كتير حبيناها. انا حبيت انه عم تخبرنا كل الوقت شو بدنا تعملوا، مش انه عم تعملنا شيء ومش عم تقلنا شو عم تعمل. شي از ريلي بروفيشنال، حتى لما بتعمل المساج بتعرف مزبوط وين وين تشد وكيف تشتغل المسلز تبع الوجه، يعني كل عضلات الوجه بتعرف هي هيك عرفتهم مزبوط. مام قررت انه بدها جيفت فاوتشر لكريسمس مساج، بحط لهم 10 over 10. I would recommend انه تجو، لانه كثير نظيف كمان. خبرونا عن البرايسز and I think they're very affordable و very fair. فا يا، بعد في شيء لازم نقوله؟ I think it's good. اوكي هلا رايحين على الشغل لعند مام لانه عندها NGO. هلا بس نوصل بخبركم شوي اكثر كيف فيكم تساعدوا لكريسمس، لان فيكم تساعدوا عيال محتاجه مع الان جي او. وصلنا على الان جي او، في هذا تراك عم بينزل اغراض، لان عندنا توزيع، مش انا عندي، الان جي او عندها توزيع نهار الخميس، دائما في توزيع، بس فور كريسمس رح يكون في شيء سبيشل. هلا مام بتخبرنا شو هو، انا ماني كثير انفولف، ما كثير بعرف، مع انه انا رح ساعد هذا الكريسمس، فمفروض اعرف انا كمان، فهلا بعرف معكم. الاغراض باسبوع الميلاد رح نكون عم نوزع كريسمس باسكت بنسميه، او سلة العيد. تقريبا الباسكت حتكون بتكلف تقريبا 300,000، يعني تقريبا 300,000 لعائلة بس، لها لجمعة بكملها، لكل الجمعة مش يعني اكل كفاية، يعني في لحمة وفي دجاج وفي خضرة وفي كويكي وكل شيء، لا تقريبا اسبوع كامل. فيكم تكونوا فيزيكلي او فيكم تساعدوا بقيمة معينة قد ما انتم قادرين. فيا رجعنا على البيت، بعرف انه شكلي مبين شوي تعيس، بس هلا رح اتحمم وظبط شوي شكلي. بس قبل رح فرجيكم، قطعنا على كومو ستور انا ومام، ومام جابت شوز وانا جبت شغله صغيره، فقلت فرجيكم اياهم. مام جابت من براند ليمون جيلي هولي البوتس. ما بعرف اذا شي مره شايفين ليمون جيلي، بس ريحتهم ليترلي ليمون وبتضلها، يعني انا عندي ليمون جيلي لهم شي 4 سنين عندي وبعدها ريحتهم ليمون. وانا جبت شي كثير مهضوم اللي هو مثل فيكم تعلقوا على الشجره لايك ان اورنمنت، بس هو فيه كلسات تاي داي نايكي. اذا عندكم هيك جيست صغير بدكم تجيبوه لحدا، اتس كان كول اونستلي. هلا رح اكل شي صغير لان صارت الساعة 3 وعلى 6:30 عندي عشاء، فهيك تما اشبع كتير، اتحمم وبركي منظبط حالنا سوا اليوم.
Yeah. حمامات ولبست بس ياريت انتو معي لانو عبالي اسأل رأيكم بجاكت اللي بدي البسها. فرح تسألي رأيي انستان. بديك اسأل رأيك. خلينا عم ميك اب الاول لانو شكلي كل هالفيديو شكلي بيقرف. هي بديك تجرب ناتالي بيوتي. كتير معقول ما يزبط هالشي اللي عم جرب اعمله بس رح جرب اعمل كونتورينج. اوكي بشوف ناتالي عم تعمل هيك. هيك بعمله كمان هون بدك تعليه. عجبينه. خلينا نعمل هون بالاول. اوكي guys I don't know how good this is but مالي we're trying. لا هن they blend really well بس I'm not sure انه انا حطيتهم be the right place. I think لازم يكونوا اعلى. قررت انه لازم بلش اعمل تمرين للكونتورينج برا الكاميرا قبل ما صورها on cam لانه I'm really bad at it. فهلا رح نجرب نحط هايلايتر فانيلا. واو I love it. I'm glowing. I love this highlighter. Also guys thank you so much على 40,000 subscribers. Literally من سنة على نوال بتذكر انه كان عندي 1K وكنت كتير مبسوطة بال 1K. يعني تخيل ما كان تنزل الكاميرا. يعني تخيلوا قد ايه مبسوطة ب 40K. What? Thank you so much عن جد. هذا كان الميك اب اللي رح اعمله honestly ما عبالي كثير انه ظبط حالي. المهم لابسة تيرتل نك سوداء وجينز. ما بعرف اذا بلبس هيدي الجاكيت. اوكي اتس كان كول او بلبس. لا روحي خلينا نقيسها قبل ما تقولي لا. Like this screams like I'm trendy hello. وهيدي كان like we're cute. قلت لك الروز حلو الروز. حتى موكا حبتها. موكا حبتها لانه فرو بتحب تلعب فيها. شوفوا شو صار هلا. موكا كانت قاعده على الجاكيت وانا شديتها شوي وهيك صار. رح نشوف اذا ببين. اذا ما ببين اخر هلا بنلبسها. اوكي ما ببين فرح نلبسها ورح البس معهم هيدا الساك. هيدا جبته من زارا وهيك شوفكم من بعد العشاء لانه ما رح اخذ معي الكاميرا على العشاء فشوفكم من بعد العشاء. صارت الساعه 10 عم بعمل اديتنج ولاحظت انه ماني عامله اوترو. عم بعمل هلا اديتنج انا عم بشرب هوت شوكليت جاي عملت لي اياه. سو هيدا كل شيء لهيدا الفيديو. ثانك يو سو ماتش فور واتشينج. اذا حبيتوا الفيديو بليز اعملوا لايك وسبسكرايب وبشوفكم بكره.